فرجاني ساسي ولد في عام 1992 في تونس ويبلغ من العمر 25 عاما وطوله 186 سنتيمتر ويلعب في مركز خط الوسط المتأخر ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع. بدأ فرجاني ساسي مسيرته مع نادي الترجي التونسي ولعب معهم قبل توقيعه إلى نادي النصر وتوج معهم بلقب بطولة الدوري التونسي 2013 كما حقق كأس الكونترافالية الأفريقية لكرة القدم في العام ذاته وحقق لقب كأس تونس 2016. ولم تكن مسيرته الدولية كبيرة فقد مثل المنتخب التونسي عام 2013 وشارك معهم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2015. فرجاني ساسي وقصته مع نادي ميتس الفرنسي. احترف فرجاني في الدوري الفرنسي وبالتحديد في نادي ميتس وكانت رحلته الاحترافية قصيرة جدا لأن فريقه هبط إلى الدوري الدرجة الثانية الفرنسي. دوليا لعب ساسي مباراته الدولية مع المنتخب التونسي الأول في 8 يونيو 2013 أمام منتخب سيراليون حيث شارك في المباراة كأساسيا ولعب المباراة كاملة. رقميا خلال الموسم الحالي شارك فرجاني ساسي مع فريقه في 14 مباراة مسجلا 4 أهداف وتلقى بطاقتين صفراوين.